نعم. هل معارفه باش ايش نكرة قابل المؤثرة واقعا موقع ما قد ذكر غيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه منهما لا يتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي كالياء والكافي من ابن أكرمك من ابني من ابني أكرمك والياء والها من سليه سليه ما ملك وكل مضمر مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنصب وزر صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح إيه وألف والواو والنون لما والنون لما غاب وغيره كقاما واعلمها ومن ضمير الرفع ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق وافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتد به وذو انتصاب وانفصال في انفصال جعل جعل إياه والتفريع ليس مشكلة نريد وفي اختيار اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يصل ها أسليه وما أشبهه في كنت في كنت والخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي إيه وفي اتحاد الرتبة لزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمنت ضمنت مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضى نورين وقاية وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليسي إيه وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني وأن بعض ومن بعض قد ورويني خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني قد قل وفي قدني وقطنل وقطنل قطني وقطني الحذف أيضا لا يفي وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي قد يفي إيه تواتر العلم يعين المسمى مطلقا 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 علمه كزعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشلقم وهيلة وهيلة وواشق واسمن أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا سواه صاحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا إيه وشاع وشاع في الأعلام في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس كعبد كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض لبعض الأجناس لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري كذا فجاري علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين نذكر اذكر ذينتين اذكر ذينتين اذكر ذينتين اذكر تطع بأولاء وبأولاء أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها قدمتها قدمت إن قدمتها ممتنعة 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 وبهنا وبهنا أو ها هنا أو ها هنا إلى ها هنا وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان مكان مكاني
داني المكان داني المكان داني المكان وبه وبه الكاف صلة في البعد أو في البعد في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا هن أو هن أو بهنالك انطقا أو هن إيه نوريش موصولة فرو موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما سنيا لا تثبتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين شعرك أبقى نريان في شقيك هنا ولا في هذا آه الشيء الله الموصول نعم شعرك أبقى نزاري موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة بل ما تليه أولي أوله أوله العلامة والنون إن تشدد والنون إن تشدد فلا أجر والنون بلي إن تشدد أجر والنون بلي إن تشدد والنون إن تشدد فلا ملامة بس قال بإخواني برا الله اسمي موصول اسمي موصول مذكرك الذي هو التي بلا من لا قال اسمي موصول معناه أوصول موصول دوجور الموصول حرفي وموصول اسم موصول حرفي أو أنا دواكي خو أنا كان بمصدر في عالم حرفي مصدري موصول اسمي سن اسمي لكن معنى كان تاونا إلا بجملة أجنبية يا ما بس موصول اسمي كان يا مذكرك الذي مؤنثك التي الله أو ياي الذي والتي أجر تسني كرانا و دي أو ياي التي والذي أجر تسني كرانا و أجر تسني كرانا كرانا ما هي الله روا ما هي أي شيء ليكم بل ما تليه أوله العلامة بلكو أوش تيك يا كدي بشوينيا بلكو أوش تيك يا كدي بشوينيا العلامة تثنيها كبيرة بشوينيا علامة تثنيها كبيرة بشوينيا إذا ديك بشوين زال هذه الذي بذلك ألف كلمة اللذاني إذا تيلي اللتاني نونكش أجر شدي بيتي نونكش أجر شدي بيتي قليل لي ناكل قليل لي ناكل لان اللذاني اللتاني كوارب يا عيشة روكا قراءته موصول الاعراب في خير اعراب موصول مبتدا مرفوع بالضم وهو مضاف الاسماء مضاف اليه مجرور بالكسر مجرور بالكسر الذي مبتدا من قران او كربه مبتدا او نكربه قران على موصول اسم كبيتيا الذي الذي خبر في محل رفع خبر في محل رفع خبر الانثى مبتدا مرفوع بالضم التي في محل رفع في محل رفع خبر إيه الواو حرف عطف الياء في محل رفع انا الياء مبتدا ما دام لا تثبت هي بضم مفعول به با مفعول به منصوب بالفتحه منصوب بالفتحه المقدره اذا ما ارحم يا امر بك اذا ما ظرف في محل نصب في محل نصب ثنيه فعل الماضي مبني على الفتح مبني على الفتح نائب الالف نائب فاعل مرفوع بالضمه لا ناهيه لا محلها لا محلها من الياء تثبت فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر فاعله ضمير مصدر تقديره احد الخاسرين انا دوكا توي بل حرف عطف بل حرف عطف لا محل لها ما اسم موصول في محل رفع مبتدا مبتدا تلي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة فاعله ضمير مستتر تقديره هي الهاء في محل نصب في محل نصب مفعول به والجملة صلة مع أولي أولي في محل جر موصول كرة أولية وتيمة مؤنث تليه هي ليب مذكر وتليب وهي تيب مؤنث غايبته هي وهي مؤنث حساب ديه او لي فعل امر به انا بشويه او لي فعل امر مبني على حذف حرف العله فاعله ضمير تقديره انت الهاء في محل نصب مفعول به اول العلامه مفعول به ثاني منصوب بالفتحه المقدره الواو حرف عطف لا محل لها من الاعراب النون مبتدا مرفوع بالضمه مرفوع بالضمه ايه ان حرف شرط حرف شرط لا محل لها من الاعراب ايه تشدد فعل مضارع إيه. مجهول ايه مجزوم بالسكون بالسكون نائب فاعله نائب فاعله ايه ضمير مستتر هو اخذ تشدد اخوي يشددني ابي هي بها حرف مؤنث حسابه وهذه جملة الشرط تواويت الفاء جزائية حرف جزائية حرف ولا حرف نافية للجنس
وكلاهما كلاهما لا محل لها من الاعراب. ملامتا ملامتا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، خبره محذوف تقديره موجودة. وجملة فلا ملامة ملامة في محل جزم جملة جزائية. جواب شرط جملة جزائية ليك شتا يا الله لي هم جاولوا. وجملة الشرط والجزائي في محل رفع خبر النون. خبر النون ده يا الله مش هيدا سوى خبري نفسي ايشي لا ينافي الذي سكن. نعم محذوف موجودة. ليرا نبوي تارك الشهر الموصول الرابع إيه؟ من المعارف الموصول ده وهو قسمان حرف وهو شيء حرفي واسمي وهو شيء وهو قسمان باشا الله قسمان رواه الشيخان حرفي واسمي إيه موصول دوجر موصول حرفي هيو موصول اسمي هي. فالحرفي إما إلينية ما أول مع صلتي بمصدر موصول حرفي أو كلمة أو موصول حرفي أو كلمة لقل صلكا تأويلك نا بمصدر نبيلك تأويلك نا بمصدر إيه؟ وهو أن وأنا ولو وما وكي ولم يذكره المصنف هنا لأنه لا يعد من المعارف. الله باش موصول حرفي نكره مع مستعليرة لبرو موصول حرفي ومعرفة حساب ناكر معرفة ونكرة قسم اسم أما أن البشر يزور حرفا إيه. وذكره وذكره في كافية شد إماره كافية استطرادا إيه باسي موصول لحرفي كرولا كافية بتي هلانقوتن تبريك أري يا زابتي وشون يشتغل بير بيتا قاتل لي إذا بيلا استطراد تي هلانقوتن يعني ما هاتو تبر بيك هاتو تبر موضوعك أنا بني أم جاروا شعري كشيء بينوس نبغى حلقة قلم تنبيه يا نشاني بسوادية كثرة قلم والله موصول موصولنا الحرفي ست يا أخي ليش وين كابين سكبة طالبة موصولنا الحرفي ست يا أخي يا أخيك من إبراسك ولا يا أخي أوكرت إبتوني وشعرك كبنسا أن لو أن توزك أن شديك بوكا لو وما الذي وما الذي ما يشو الذي وما الذي كذاك كي ده شو يعني كشج دعنا أنو أن خب خدا الناسي لو مصدري جولي رباسيكا ما مصدريش من وكو ما دام وانا لقليتي الذي جارش من هي وكو وخلتم كالذي خاضوا الذي حرف موصول معناه يعني يا بيت المصدر وخضهم وخلتم كخوضهم يعني يا ودمتان لكفر ودا وكو او عندهم يعني ودا او الذي كيش من هي كي تعطي يعني الله اوكي ما بعد اخويا كاب المصدر الذي انو انو لو ما الذي الذي هندي جار لقال كابل ليرة شنداني باز كردون شواري أنا بينج يعني بينج باز كردون الذي كي باز نكرو الذي كي باز نكرو أم فأن توصل بالفعل المتصرف ماضيا أو مضارعا أو أمرا إيه أني مصدري الكيب فعلي متصرف هو الكيب فعلي متصرف شما ضيبه شما ضيبه أمر به وأما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهو شيء فهي مخففة من المثقلة إيه مثقلة إيه بلام أن لو رستيا بلام أن لو رستيا لو آيتيا وأني مخففة ولا مثقلة يعني وصل جوابي توالي بفعلك متصرف بيته ليس فعل متصرف يا جامدة إلى خمان جامدة ليس يا إيه الله كتولي وآيات آبيني أن شو تسر ليس أو أني مصدري نية أني مخفف لمثقلة النبوة دي الله مجا آياتك معناك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وشي خبر ندرى أبو بيدينا بو برنامجك لصحف موسى وإبراهيم أبو كان مشتكي جابا ذكر
ألا تزر وازرة وزر أخرى كيس كول قهر قريه كول يكال ناقريه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكإنسان هيشي بينابره إلا أو نبي بوخوي هولي بوبدا أم دي ألواح حرف عطم وأن مخففة من الثقيلة وكلاهما إيه واسم أن محذوف ضمير الشأنية إيه ليس فعل ماض من أقاربنا خلاف الله ناقص مبني على الفتح إيه الإنسان اسم مجرور والجار والمجرور في محل نصب خبر خبر ليس إيه إلا حرف استثناء لا محلها ما اسم موصول في محل رفع كرب يا عيشة في محل رفع اسم اسمي خزمك ليس أي شيء هو اسمك أيتو أم للإنسان خبرك إيه سعى فعل ماض مبني على الفتحة فاعله والجملة صلة ما وجملة ليس للإنسان إلى آخره في محل رفع خبر أن خبر أن يسأل أم أنا كسوة سلفي لغير متصرف أو أني مصدري نية أني مخبر مثقل لإصحار شاقر خمبتان باس يكالي لقل فعلي بيا فعلك غير متصرف بيا بيا حرفي نفي فلان فلان لقل بيا وأن عسى أن يكون وأن يكون كلا بريتي أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وعن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم قصنا لبرينيا أو باشا ليه أفلم ينظروا بلا قد نحن أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض بوتي أو خلق سيري دي صلاة إخوانا كان ليه سيري لا أسمعنا كانوا لزبيا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وبير لوناك نوا كهوا هي أزل يعني نزيق بها بمر نوبس نجاح النم إيه الواو وأن مخففة من الثقيلة وكلاهما وأن اسمه محذوف ضمير الشأن في محل نصب عسى فعل ماض مبني على الفتحة أن حرف النصب أمان أما أن أو أنا مصدرية كتب ويا قراي وأنا كيف كان فعلا متصرفة دي وأن مصدر لا محلها يكون فعل مضارع ناقص منصوب بالفتحة فاسم كيف ولا اسم كهينة ناقصة اسمه واسمه ضمير الشأن تقديره هو أن يكون الشأن إيه ليه قد اقترب دي قد حرف تحقيق لا محلها اقترب فعل ماضي مبني على الفتح أجلوا مرفوع بالضم وهو مضاف هم في محل جر مضاف إليه وجملة قد اقترب أجلهم في محل نصب خبر أن كرب يا عيشة خزمة كي خوب ناسر كنا في خزمة كي تلف لي أبو شيبو تماشى من أجيات كي ليبو يقال أح يكون موصل كان يكون تماشى من كي يكون وجملة أن يكون قد اقترب فاعل عسانا هنا وجملة أن يكون قد اقترب أجلهم في محل رفع فاعل عسى أم جاء وجملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وجملة عسى أن يكون قد اقترب في محل رفع خبر أن يا مليرة يا عسى بوي غير متصرفة شنك أم أنا أني مخبر مثقلة أني مصرينية يعني غير متصرف كشوب زانا أمنية أني كي مخبر مثقلة وأن بولا فيشا توي كاكا وأن توصل إيه. باسمها وخبرها أن صلة كي بريتيا لإسمكيو خبركي وإن خففت فكذلك وإن خففت فكذلك إيه أجابو بأني مخففش إيه أيش هروع يعني إسمكي ضمير شأنه وحذكره وخبركش ما نبوق خلصك وابو لكن اسمها يحذف كما سيأتي بلام إسمكي حذفك ريو بلام إسمكي حذفك وكل مشابه وكل ملابس يكين وكل ملابس جملة كي دعوة بيت خبري جملة كي دعوة بيت خبري وتم جملة
أنا عسى أن يكون معها ممكن بخبري إيه ولو توصل بالماضي والمضارع وأكثر وقوعها بعد ود ونحوه لويش كمصدريبه الكيب ماضي شو الكيب ماضي شو مضارع بلام زورتر لدواي مادي لو لدواي مادي ودو لدواي مادي ودو يعني اوه ودو لو تدهنوا فيدهنون حزا كم تو خوار بيوا اوانيش خوار ابنا اولا اولا لي مصدريه تدهنوا فيدهنون جمله كيتي لمحل النص أبيت مصدر وكم مصدر أبيت لمحل النص وأبيت مفعول به بودو ودو فعل ماضي ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم ولا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم حزق الكافر كان يبي أقابا لسلاح كلو فلخان ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي ود أحدكم أن والكالي واللي ويلينيا فرموا ولو الله أو لو لو الشرطية يا وديلة في شغانية يا ودوشية وما توصل بالماضي والمضارع وبجملة اسمية بقلة الله ما هي مصدرية الكيب ماضي شو بمضارع شو بجملة اسمية شو بكامي بماضي وبالكينة بخو بلا أبقى لا بلا بلا معزية أبقى في الغرفة دائما نحو غرفة منه حتى درس بها أبقى في الغرفة ما دامت ما دامت درس باقيا باقيا أم جميك بمضارع نبقى في الغرفة ما يود ما دا ما يدوم الدرس ما يدوم الدرس باقيا باقي أنا بمضارع من جاب جملة اسمية أبقى في الدرس أبقى في الغرفة أبقى في غرفتي في غرفة المسجد إيه ما الدرس دائما أو تو جملة اسمية وقبول وشي وأنك يبو أنك يبو تقوى أني مقابل لما تقلت سن دانا سن هزار دانا بستوى عاملي جرجاني خون بي أن زيدان بلغني أنك قائمة. أيوة كاف قائمة اسمه خبر وزورة وين وكي توصل بالمضارع فقط إيه كيش كمصدريبة كيش كمصدريبة هل مضارع أول شيء أنا كنت جئتك كي تعطيني حقي فلو وأما موصول موصول الأسماء فيذكره بالعد بلان موصول اسمي بلان موصول اسمي ابن مالك باسي أنا كا بجمارة نقبة تعريف وخذ بتعريف كيف زاني والله تعريف كيف ما لا يتم إلا بجملة تكون صلة له اسمي كمعنى كي تونا بإلا بجملة لدوها بتصلية موصول اسم نعم فللمفرد المذكر الذي المفرد المذكر الذي وفيها لغات تخفيف الياء وتشديدها وحذفها مع كسر ما قبلها وسكونه يعني كان تخفيفية قلت الذي ايه شد بيته الذي الذي ايه وحذفها الذ إيه مع كسر أمدى الذي بكسر يا الذ بسكون وعليكم السلام ورحمة الله وليكم ما مصر أيوة عدات يوم ها السلام فق ماشى فق إيه كواب وشيمة الذي بتخفيف الذي بتشديد بحذف إذا قال كسر الذي بحذف إذا قال سكونه الذ هات شو اللغات ايه واخ انا وعدها بعضهم من الموصولات الحرفيه ايه هندي لا نحوي كان دانا بموصول حرفي بموصولات حرفيه اين نقول ان لو ما الذي وضعفه في الكافيه ام قصيبه ضعيف دانا وابن مالك لكافيه في المدي قوله ضعيف هرسا او ايه سوره الايه تفسيرا كان وخضتم كالذي خاضوا او يعني كخوضهم من خاضو جمع ناكري الذي اسمه موصول به خاضو واهي به وبه بنامه يكرم الذي بمعنى الذين او اني كان الموصول حرفيني واسمي
إيه؟ وللمفردة وللمفردة الأنثى وللمفردة الأنثى التي وفيها ما في ما في, في الذي من اللغات أو لغة ثانية الذي آخرها سواري يعني بغلها الأوى بتشحين التي التي بتخفيف التي التي بتش التي التي أودو عند التي التي لقال اللت اللت باك في والياء التي في الذي والتي إذا ما ثنيا لا تثبتي أو ييك بأ الذي والتي ويا أيك بأ الذي والتي ويا أجر تسني أكرانوا ما يهي الله روا قال شون يوخون بضم أوله نالله يبيت لا تثبتي بوخو ما من رو راكا لا تثبتي أو ما هي الله روا قال نعم لي لا تثبتي يعني توم رو راكا دروا ما من روا بو نيهي الله للفرق للفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني. بويا ما يهضروا تا فرق هبه. لبين تثنية معربو. معربو تثنية المبني. إذا كتاباني يا تثنية كيف بيك يروى؟ نخ نار روى. دي باقي مبني آخرك بره. بقص. كوي أم جاكا ها؟ إيه. بل ما تليه الياء وهو الذال والتاء أو له العلامة. أي علامة التثنية والجمع فتفتح الذال والتاء لأجلها بلك أو حرفي بلك أو حرفي كي يكد يبا شوينيا كذالو كي تو علامة تثنية تو علامة بين بشوينيا بين بشوينيا أو وقت ذلك وتيك لأجلها أو وقت ذلك تيك لبر خاطري علامتك لبر خاطري علامتك مفتوحة بني شنك اللذاني اللتاني ألف متقضي فتحي هرواها يي تثنية ما قبل كي مفتوحة الذي أي شيء إيه ما صبنا والنون من ذين وتين شددا أيضا أيضا وتعويض بذاك قصدا شددا إيه نون ذين وتينيش شديد راوتي أيضا وجنون اللذان واللتان شديد راوتي هروك النون اللذان واللتان عوض هنان بمشد يا قصد كراوة بمشد يا قصد كراوة يعني إيه شو إيه شنك آخر كان حذف كري لبر عوض آخر كان نون كان شد داوته لو لا آخر كان ليك لو تقول له نون كان شد داوته واللذان يأتيانها بنون شن قبل حفصني بخو قراءة الحفصني واخي أنا إعرابي كين أي بناي أروح حفصنا محلها من الإعراب النون مبتدأ مرفوع بالضمة حرف جر من الاعراب زين اسم مجرور بالكسره اللي انا بقول في محل جر في محل جر ايه الواو حرف عطف لا محل تيني معطوف على زين في محل جر في محل جر ايه شدد في الماضي مبني على الفتح فتح نائب فاعله ضمن التقدير هو والجمله في محل رفع في محل رفع خبر النون ايه ايضا مفعول مطلق منصوب بالفتح دي فعل محذوفة اريد منصوب بالفتحة او اعرابا بالفتحة الواو الواو حرف عطف لا محل من الاعراب تعويض مبتدأ الباء حرف جر وذاك في محل جر قصد قصد في الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح نائب فاعله ضمير مبتدأ تقديره هو والجملة في محل رفع خبر تعويض ايه واخر ونون من والنون ما اذا ما ثني ان إيه. تشدد إن تشدد مع الألف وكذا مع الياء كما هو مذهب الكوفيين واختاره المصنفون فلا ملامة هي كي كبتي فلا ملامة فلا ملامة عليك لفعلك كالجائز لفعلك لفعلك الجائزة يا جائزي كرة حرف جر لا سلم لفعلك الجائزة إيه أو نوني اللذان واللتان كتسني كرانو أقر شديد رايا لقل ألفا ببيمنت هروها لقل يا إشا بمنتي كيما زبيك وفيا كان مصنف إيش أوي هالبجار يعني أوي كفيران يا آوتا قليل لسرنية قليل لا ملامة عليك تخطر مشاكل اللي مكان ناري لا ملامة فلا ملامة يعني قليل عليك أولا سرتوك نية وكو شنك إيشي كي باش تذكروا شنك إيشي كي باش تذكروا إيه نحو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما أو دوني ري إيشي فاحشة بكن بيك فآذوهما نختي كانت يا هلان أذيت يا أمان نقرأ عربيك قرأ عيبة بنسبة لبرتان بيه وقرآن الو حرف عطف لا محل من الاعراب اللذان في محل بو ايوه الف قرب سلا مبتدا مرفوع بال
محلي رفع عنينا وانا كرة تثنية كان يعني معربة خخون نوتا لو الكتابة ايش نقول لك علامة خوي الشبه هي حرفك تثنية كلا اجا فايدتي اما لا بلا عمل فيها يأتيان يأتي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون الألف في محل رفع فاعل وها في محل نصب نحن به والجملة صلة اللذان من حرف جر من حرف جر محل كن في محل جر محل جر والفاء جزائية الفاء جزائية فآذوهما آذو فعل أمر فعل أمر مبني على حذف كل الجمعة فآذو تؤخي تؤذو نبوة على حذف النون ايه الواو في محل رفع هما في محل نصب مفعول به والجملة في محل رفع خبر اللذان تو آية الوقف نكاكا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس خواجان بشان من بدأ أودو شيطاني كسريان لإيما شوان ما شوان لجنوكو لمروف شان ليك أن نجعلهما تقدى أقدامها من الدهن ما يقين نجل في مانو واني ما أخصده يلا لي من عرابة ربا منصوب بالفتحة وهو مضاف في محل جر مضاف إليه أري فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فاعله ضمير مستتر تقديره أنت نا في محل نصب مفعول به أول الذين به ثاني منصوب بالياء والجملة إيش اللي رهنين إنيتي إيه إباشة دي قراءة غير المشهورة لا خش أضلانا من الجن والإنس أجل بأخوة والنون من والنون من إيه تثنية اسمي الإشارة إشارة بغي ذين وتين شدد أيضا إيه نوني تثنية اسم إشارة دو اسم إشارة كذين وتين أي الشديد راوتي إيه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه إيه أم دوشتا دون شانا للان فرورغارتو برو فرعون دستكي أم عصايا وأم دست سبيتو بل قبل بوأوان معجزة ذاني في محل فالفاء جزائية حرف لا محل لها ذاني في محل رفع مو في محل رفع هو تألف في وير ما مبتدأ مرفوع بالألف مبتدأ مرفوع بالألف وكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب برهانان خبر مرفوع بالألف إيه من حرف جر ربي اسم لنا انا قلت يا اني اللي رحت باخذ واي بلا احدى ابنتي هاتين ايه قال إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يعقوب فرمين يا زمالي ما ركم يكي لم دكشم هاتين أم إحدى مفعول به مفعول به لأنكحا أنكحا منصوب بفتحة المقدرة ابنتي مفعول دنيا إحدى ابنتي يكي لو دوك وهو مضاف ابنتي مضاف إليه وهي ابنتين مزول بالياء وهو مضاف إلى الياء وهي ابنتين ونكر يك متكلم في محل جر مضاف إليه هاتين بدل من ابنتي مزول بالياء هاتين معناها لبدي هاتين وتعويض بذاك التشديد عن الياء المحذوفة في الموصول والألف المحذوفة في اسم الإشارة قصد عوض هنان بمشد بيدانا عوض بن لبريشي عوض بن لبرية حذف كراوكي اسم موصول كان وألف حذف كراوكي اسم إشارة كان أو ما بسته بو تعوي بو تشديد وقد يحذف النون وباقل تحذفون تحذفوها
وقد تحذف النون. ولا شاكك. وقد تحذف النون من اللذين. اللذين واللتين كقولا. إذا رواية نون اللذين واللتين إيش حذف كريه؟ اللذين واللتين إيش هرح شد حذف كريه؟ لا بدي شد يبني جا حذف الشعر. إيه يك شعر من بوخ أنا. أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفك كل وفكك الأغلال ويخن جاري كجلا. أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال. هو خيالي كليب. هو خيالي كليب. دوما مكي من أودو فيا وبون. أودو فيا وبون. زور مل ما شاء منك. زور ملكيان كشتو. زور زن زور زنجيريان بساند. تي فرموا يا خنا. وأخوهما. وأخوهما سفاح. دجواني وخنا شديه سينا. وما السفاح. حو. وقمر حو. ضم أخيله. حتى وردنا جبل كلاب. جبل كلاب نهالا. براي أودو مامشم. أو خيان أو سفاحبو أو خيان ريجبو. كأسبكاني خويتي نوكر. تاسون عرضي كلاب لبيت يراوبون أي شيء يبقى هرشي عليها كم يعرابين يا الله تويكاك. الهمزة حرف نداء لا محل لها. بني منادا منصوب بالياء. بني نبوة جمع جمع شبه جمع وهو مضاف. مزول بالكسرة. إن حرف بالفعل. عمي اسم إن منصوب بالياء وهو مضاف. الياء في محل جر. اللذا اسم موصول. خبر إن مرفوع بالألف. قتلا. قتلا. أي. قتلا فعل ماضي. مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. الألف في محل رفع. الألف في محل رفع فاعل. الملوك. الملوك مفعول به منصوب بفتح. والجملة صلة اللذا. صلة اللذا. إيه. الواو حرف عطف. الواو حرف عطف لا محل لها من رفع. فككا ديسان. فككا. أي. فعل ماضي. مبني على الفتح. على الفتح. الألف. الألف فاعل. في محل رفع بغير. في محل رفع فاعل. الأغلال. الأغلال. مفعول به منصوب بالفتح. أسليرة اللذاهة لبري اللذاني نونا كمان حذر نونا كتو خوش توش أو شعرية الوقت أنا بقى هم اللذا لو ولدت تميم لقيل لقيل فخر لهم الصميم صميم بس يدوك سوالة مع أبو وكام جاري دو آفرة مع أبو الله أودو آي أودو آفرة أودو آفرة أودو آفرة أودو آفرة أجر خيالي تميم آفرتي وان بويا أجر خيالي تميم آفرتي وان حمو خلق أي قد حمو خلق أي شانازية كي تواو بو أوان شانازية كي تواو بو فخر شانازية صميم يعني تواو لهم بو أوان يعني أي شيء بنا الرتي حزك أي بلا ومن معناه كربالي حالبين هما اللتا شعرك أخنا نخبر نحسب هما اللتا لو ولدت لو ولد التميم لقيل فخر لهم الصميم لهم لهم صميم ايه اودو آفرة اودو آفرة اودو آفرة اودو آفرة اجر خيالي تميم اجر خيالي تميم آفرتي وان بويا آفرتي وان هبويا ايه اقترا اقترا اما شانازية كي قوري قوري بويا شانازية كي تواب بويا يلا يا رابك وما مبتدأ في محل رفع اللتا خبر مرفوع بالالف إيه. لو حرف شرط اللي راع لا محل لها لا محل لها من الاعراب ولدا ولدا اي ولدا فعل ماضي مبني على الفتح التاء تاء التمييز الساكن وتميم فاعل وهذه جملة الشرط واللام لام جواب لو واللام لام الجواب لا محل لها لا محل لها من الاعراب قيل فعل ماضي مبني على الفتح فتحنا جملة والجملة الآتية والجملة آتيته في محل رفع النائب فاعل نائب فاعل فخر فخر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما هما إيه. اللام حرف جر هم في محل جر صميم صفة فخر وهذه جملة الجواب لو جواب لو
اللتان من هي لبري اللتاني بس اللتان بي من أكما تحذف بل تخش الله يعني ولي رازي أجمعين أجمعين لكن